السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة عن الجيران، لكن بالبداية بقول لكم موقف حصل معاي يعني مقارب لهي القصة هذه. يعني بالطاري قبل 15 سنة كنت مأجر شقة لأسرتي، شقة جميلة وبيت جديد وكذا ومبسوط فيها، لكن طلع لي واحد عكر مزاجي. هذا الله يسلمكم جار، كل ما أطلع بروح سيارتي ألقاه واقف برا يسلم وأنا أسلم عليه، يعني أنا ما أعرف الأمانة. والمشكلة أن إحنا كنا في شارع أو حارة أو فريج ما في شباب، كلهم يعني أصحاب بيوت يعني مأجرينها وما في يعني ما في حركة، يعني منطقة ما هي شعبية، يعني شارع هدوء إلا أنا والرجل هذا. كل ما أطلع ألقاه واقف يدور أحد يسولف معه، السلام عليكم، أقول عليكم السلام أول مرة ثاني مرة، أسلم عليه بالروح وبالردة، يعني لو أطلع من البيت 3-4 مرات أسلم عليه، لازم يسلم علي، السلام عليكم، أقول عليكم السلام، مرحبا حياك الله، وأروح وأرجع ألقاه واقف، هلا حياك الله، السلام عليكم، عليكم السلام، هلا. قام يسبب لي قلق، لا أنا عرفت نوعيته يدور واحد يمسكه يعني يسولف وياه. المهم شوي من بعد السلام قام إذا طلعت من البيت يجيني على طول ليه باب السيارة، هلا شلونك وش أخبارك وطيب إن شاء الله، وانت من وين، وين بيتكم وبيت أبوك وين، وهلك وجماعتك، إيه ونعم وعرفتك وكذا ونعم يا جماعة نفس السوالف في كل مرة أطلع مشغول بروح ألحق مثلا على شيء معين، بروح موعد أحد عندي شغل، هذا يسولف معاي في الطلعة والدخلة لازم نص ساعة ساعة لربع ويسولف، ومستحيل إنك تقطع سالفته، يعني مرات يسولف وأنا طالعة بنظرة يعني أقول له ها إي والله صح، وأبين له إن أنا يعني خراب أمشي بس مستحي منك، أقول له والله شوي مشغول، لا صدق والله بس والله صدق في موضوع ويسولف ويدخلني بالسياسة وأنا ما أحب السياسة، وبعدين يدخلني بالرياضة ويدخلني بالأوضاع المحلية والأوضاع لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا اعتقدت إن أول أيام بس يبي يتعرف، لذلك كنت متحمل. بعدين لا، بعد مرور أول أسبوعين 3 الرجل استلمني استلام، والظاهر أن من كثر ما يسولف مع العالم بهالطريقة الناس تنحاش منه، فأنا فهمت نوعيته يعني ما يستوعب، يعني لو تبي تصرفه حتى لو تقط له نغزات مني الباكر ما يهدك، سوالف 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 ويتحمس بالسالفة وكذا، تشوفه إنسان طبيعي. يا جماعة بديت أعاني، كرهت الشقة اللي أنا سكنت فيها والله بسبته، قمت شو أسوي إذا طلعت من البيت أتلفت يمين ويسار أشوفه موجود ولا لا، أول ما أطلع أسمع صوته السلام عليكم من بعيد يبي يصيدني، أنا أستعبط وأروح السيارة أركب السيارة وأشوفه يأشر لي من نص الشارع. والله يا جماعة عانيت معاه، المهم قمت أستخدم معاه أسلوب الكر والفر، أتخشش وأركب سيارتي بسرعة وأمشي وأسوي نفسي ما أسمعه وكذا، بس إذا مريت وشفته بالشارع أرفع إيدي أسلم عليه، هو يرفع إيده كأنه يقول لي وقف أبيك، أنا أسوي نفسي إني يعني لا إنه كأنه يبي يسلم، وانحاش ابتلشت فيه. وتروح الأيام وتجي الأيام وأقرر إني أطلع من هالشقة، قلت يبا أنا خلاص، أنا صراحة كرهت الشقة، يعني ما كان هو سبب في هالموضوع لكن من ضمن الأسباب، يعني كان هذا هو سبب الرئيسي وفي أسباب ثانية، قلت يا عمي خلنا أطلع أفك عمري خلاص مليت وتعبت وأطلع
كانت في منطقة توه جديدة طالعة، واروح هناك واجر لي دور كامل والايجار يعني كان زين مناسب وحلو، واروح واسكن فيها. ويطلع اللي ساكن فوقي، انا ماخذ الدور الارضي، اللي ساكن فوقي بالدور الاول اخو الولد، اقسم بالله العظيم ان اخو هذاك اللي انا منحاش منه، لا وطلع اخوه اعبر منه يموت بالسوالف. لا مره سلم علي يقول لي صدق اخوي يقول انك كنت جاره اول، بغيت ابكي انا. ما طولت والله العظيم شهر بس لاني متحسف على الايجار اللي دفعته وعلى اللي قطيته على الايجار، شهر واحد ما طولت. قلت هالمرة ما راح اسكن الا عند واحد اشيك وما يكون احد ساكن فيه غيري، ولا والحمد لله بعدين الله فكنا من سالفة هالايجارات. اللي جاب بالطاري ان الجار مشكلة ما تقدر تزعله مهما يكون جارك هذا سيء معاك او انه غاثك او انه يضرك باي صورة من الاشكال، يعني ما تقدر تغلط عليه لان هذا خلاص يعتبر واحد من اهلك من عائلتك، خلاص دام ان هذا بيتك، اذا خصوصا اذا هذا البيت انت مثلا شاريه ولا توك بانيه ويطلع جارك سيء، خلاص لازم التعامل معاه كأنك التعامل مع واحد من اخوانك. وكل واحد عندنا يعني مو كل اخوانك ملائكة الا يكون في واحد عيب ولا واحد شوي غثيث من اخوانك، ولكن تحمل لان اخوك. الجار نفس الطريقة، لا تكبر المشاكل، صغرها كثر ما تقدر علشان تستمر الحياة بينك وبينه. وكذلك انت يعني هو راح يتعامل معاك مثل ما انت تتعامل معاه، يعتبرك مثل اخوه ويصغر المشاكل اللي بينكم. هالسالفة هذه ذكرتني في قصة حصلت في اليمن، في جيران اثنين، واحد اسمه محسن والثاني اسمه ناجي، ساكنين في محافظة تعز. محسن عنده ما شاء الله 5 أولاد و4 بنات، وناجي عنده 3 أولاد و4 بنات، وعايشين عمر مع بعض، وتحصل يعني مشاكل عادية ويتجاوزونه والأمر يعني خلاص يعني عشرة عمر صار بينهم. لكن يوم الأيام كانت بنت محسن تلعب مع بنت ناجي نفس عمرها صغار، افصلوا على بعض وتهاوشوا، وكل واحدة فيهم شدت شعر الثانية وضربت الثانية، كل واحدة فيهم راحت البيت تبكي عند أمها. بنت محسن راحت اشتكت عند أمها يعني، لكن أمها كبرت عقلها يعني من اللي ضربت، قالت بنت ناجي، قالت لا قعدي خلاص وتلعب معاك، هي ما كان قصده من هالكلام. لكن بنت ناجي يوم راحت حق أمها ولا عندها أم تاكل الأوادم، إشلون وتقوم تطلع زوجة ناجي بالشارع تصرخ على زوجة محسن وعلى بنتها، سب ولعن وصراخ وكذا، وتطلع زوجة محسن قالت لها يا أم فلان عيب عليك، هذول عيال صغار وصار بينهم مشكلة يعني بكرة يتراضون، والحمد لله ما حد فيهم يعني في إصابة ولا شيء كبير، يعني موضوع ما يسوى. المهم هذه استمرت، كانت في لحظة غضب قامت امسحت بزوجة محسن الأرض، على طلعت منه ولد محسن يشوف هذه جارتهم زوجة ناجي وبنتها يصارخون ويسبون أمه، ويقوم يدافع عن أمه، هم صغير هذا الولد، ويقعد يسب بزوجة ناجي ويغلط عليهم وكذا. تنرفزوا ويدخلون البيت. يوم جا الليل رجع ناجي لبيته ورجع محسن لبيته. محسن يوم رجع
زوجته قالت لنا حصلت مشكلة بسيطة والموضوع ما يسوى. لكن ناجي يوم رجع عند زوجته الملسونة قامت وقلبت الدنيا، والله ما أقعد عندك إذا ما تأخذ حقنا، ولد محسن يطلع يسبني ويغلط علي، وبنته ضربت بنتي، وزوجته كذلك يتغلط علينا. ومن هالكلام قال يا بنت الحلال موضوع ما يسوى وهذول صغار. قالت لا ما يخالف، أنا بيني وبين المرة هذيك ما في مشكلة، لكن يطلع ولدها، وولدها كان يعني عمره 15-16 سنة، يطلع ولدها ويغلط علي وكذا، وهذا صار نفسه يسوي نفسه رجال تعوذ من الشيطان يا مرة. قالت إلا تأخذ حقنا. قالت زين أنا بروح أسير على محسن وكلمة. وهم بيوتهم جنب بعض لكن مثل الحديقة، وبالنص في البيت يعني في مسافة. ويقوم ناجي ويروح إلى بيت محسن، ينادي ويصرخ يعني يا محسن يا محسن. محسن عنده كلبة، هذه كلبة يعني فيها شراسة ما هي طبيعية، رابطينها طول اليوم وما يفكونها إلا بالليل عشان الحراسة، أي واحد يقرب من الحديقة تجيه ركض. ويجي ناجي، يوم جاء ناجي عند الحديقة يصرخ ينادي محسن، وتجي هالكلب هذه تركض وتقرم من رجوله، قعد يصرخ وكذا ونحاش رجع بيته. دخل البيت وزوجته ناطرته يعني تبي تشوف يعني ايش سوى مع محسن وعياله. راجع ناجي البيت ورجوله كلها دم، عضته هالكلبة هذه. شاف السالفة منه ولد ناجي، برمج نفسه قال ها يعني أبوي لما راح لهم يبي عاتبهم قاموا وتركوا عليه الكلبة عشان تعضه. ومحسن أصلا صاحب الكلبة، محسن وعياله وزوجته ما يدرونش السالفة، متعودين الكلبة هذه تحرس بالليل تركض حوالين البيت وتروح أطراف المزرعة وترجع. شافت ناجي داش عليهم راحت عضته. ويقوم ولد ناجي وياخذ كلاش ويروح إلى بيت محسن، وتجي هالكلبة ويقعد يرشها بهالرشاش، جاب أجلها بعشر طلقات. طلع محسن وعياله على صوت إطلاق النار على البيت وعلى المزرعة على الكلبة. الكلبة أول طلقة قامت تبي تنحاش، وهذا اشتغل عليها رش لين ذبحها. محسن كان يعتقد أنه شنو، بعد ما سمع السالفة من زوجته أن العيال متهاوشين، قال هذول عيال ناجي الظاهر معصبين وقاموا يعني يطلقون النار على البيت. ويقوم يطلع واحد من عيال محسن، شلون يطلقون علينا النار؟ ومحسن يحاول يهد عياله، مثل ما أقول لكم كل واحد فيهم عنده ما شاء الله فريق عيال وكبار، يمسك منه ويخلي منه، ابتلش فيهم. لحظة يا ولد لحظة كذا خلينا نشوف السالفة كذا، لا شنو احنا مو رجاجيل، هذا يطلق علينا النار. شلون تبدأ السوالف والمشاكل تكبر. أو ياخذ الولد كلاش، وهناك الكلاش عندهم مثل ما انتم عارفين متاح، او يطلع بعد هذاك اطلق النار ورجع البيت. قال له ابوي يبا ترى رحت ذبحت كلبتهم. قال يا ولدي ليش وكذا، انت شفيك مطفوق، يبا ما هم اللي هدينها بس هي جت عضتني. قال عضتك هم اللي دازينها ولا لا انا ذبحتها؟ شوي ولا جاي ولد محسن يطلق النار على بيت ناجي، على الباب وعلى الشبابيك، ولا ذابح اثنين من عياله. جت الطلقة في واحد من عيال ناجي، والطلقة الثانية جت براس بنته. طبعا منتم يعني سامعين اكثر من قصة، مقتل بنت في قبائل اليمن
هذا عيب كبير جدا. اذبح 10 رجاجيل عندهم ولا تذبح بنت، عندهم عار يسمونه دم احمر ما ادري دم اسود عيب احمر ما ادري عيب اسود ما ادري، لهم اكثر من مسمى. انقلبت الدنيا، شليش ذابح عيال ناجي؟ وناجي بعد مو مقصر، عنده عيال وكل واحد فيهم مسك له كلاش وجايبين عيال عمهم، وانقلبت الدنيا واستدعوا رجال الامن، ويفلت واحد من عيال ناجي الى بيت محسن، ولا على طلعت واحد فيهم ويطلق عليه النار ويقتله. بعد ما اقتله هرب راح صوب الجبل. على وصول رجال الامن ولا في 3 جثث، 2 من عيال ناجي وواحد ولد محسن، ويشيلون عاد الجثث الطب الشرعي. واستدعوا 3 فرق أمنية، حطوا فرقة عند بيت محسن وفرقة عند بيت ناجي وفرقة تدور على اللي أطلق النار على ولد محسن آخر واحد. ألقوا القبض على القاتل الأول ويدورون القاتل الثاني، ويبي يلقون القبض على كل عيال ناجي ومحسن علشان يفتكون لا يفلت واحد بعد ويكمل الجرائم. وفعلا احجزوهم كلهم عيالهم. رجع محسن بيته وزوجته وناجي وزوجته وعيالهم كلهم محجوزين الا البنات طبعا اللي بقى منهم الصبيان، الا واحد هذا كان في الجيش اليمني اللي بصنعاء، ويسمع السالفه انه مقتولين من اخوانه 2، واحد من اخوانه قتل واحد من عيال محسن. ويجي ولد ناجي هذا العسكري، اول ما جاء القريه ولا القريه مقلوبه، حاطين لهم نقاط امنيه حوالين القريه وخايفين من التدخلات وان تصير مذبحه بين القبائل ومن هالكلام. ويقوم يروح الى محل يبيع عبي عبايه نسائيه، ويلبس العباية ويدخل القرية متخفي، حتى أن رجال الأمن ما اشتبهوا فيه ولا فتشوا، والمرأة مغطية يعني شلون بيشوفونها. لين دخل بيته، يوم دخل البيت ولا أم عيونها مورمة من البكي على عيالها وعلى اللي حصل، وأبوه طايح بالفراش مريض صابته جلطة ويلا صحة، والوضع مأساوي. وخواته بيتشي قالهم بس أنا جيتكم الحين وراح أحل هالموضوع هذا. يوم جت الساعة 9 بالليل 10 بالليل وياخذ كلاش وينط من بيتها من وراء، لأن شارعهم أو الحارة اللي كانوا فيها رجال الأمن حاطين فيها نقطة أمنية يعني خايفين من لين تهدى الأمور، ويطلع من بيتهم من الخلف ويروح ويتسور بيت جارهم محسن. أول ما نزل ولا على طلعت محسن من داخل البيت ويطلق عليه النار ويقتله. سمعت زوجته السالفة، الحين ما في عيال، هو ما يدري أن العيال أصلاً كلهم موجودين. تسمع زوجة محسن صوت إطلاق النار، يوم طلعت عند الباب ولا اللي ميت زوجها. وهذا ولد ناجي يوم شاف ظلالها ما عرف ان هذه زوجته ولا لا، على طلعتها ويقوم ويطلق عليها النار ويقتلها. كم واحد صار بالله؟ ويطلعون بنات محسن يلطمون ويبكون ويصرخون على امهم وابوهم اللي ماتوا على ايد ولد ناجي هذا العسكري اللي جاي من صنعاء. رجال الأمن اللي موجودين في الحارة يوم يسمعوا اطلاق النار ويدخلون البيت ولا محسن وزوجته ميتين، وهذا توه متسور وصاعد فوق السطح يبي يهرب. طوقوا البيت وصار تبادل اطلاق النار، قام هذا ولد ناجي وأطلق النار على عسكريين هم 2 اللي كانوا يطاردونه، قتل واحد فيهم، الثاني قتل ولد ناجي. القتلة صاروا 7،
آخر واحد ولد ناجي والعسكري اثنين، وثلاثة أول اثنين من عيال ناجي وواحد من عيال محسن، وزوجة محسن ومحسن نفسه، سبعة ماتوا على مقتل كلبه بعد ما سيطروا رجال الأمن وأحالوهم للمحاكمة وفهموا شنو القصة اللي كانت ما تسوى واللي ماتوا فيها هالناس، وحكموا عليهم بالسجن اللي هم طبعا القتلة اللي كانوا صايدينهم أول شيء بالمؤبد، وصار تنازلات وكل واحد تنازل عن الثاني وكل واحد دفع دية للثاني، وأمرت المحكمة ببيع بيت ناجي وبيت محسن، وبفلوسهم اشتروا بيت للعسكري اللي قتله ولد ناجي بسبة هالسالفة هذه طبعا في قرية ثانية، وتم ترحيل العائلتين كل واحدة راحت إلى محافظة غير الثانية، وهني انتهت قصة مقتل سبع أشخاص بسبب كلبة. وفمان الله، مع السلامة.